بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. أحييكم مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم الأسري الاجتماعي التربوي، برنامج الفكرة المفقودة الذي يأتيكم من هذه القناة الطيبة المباركة، قناة القرآن الكريم. أسعد أيام سعادة أن أكون معكم على مدار ساعة من الزمن، آملة من الله عز وجل أن نفيد ونستفيد. موضوع هذه الأمسية مشاهدينا الكرام، ونحن نحمل شعار هذا الموسم، الموسم الخامس من برنامج الفكرة المفقودة، كلكم راع. سنتحدث عن موضوع في غاية الأهمية والذي يصنع الفارق في الحياة الزوجية، ألا وهو المبادرة في الحياة الزوجية. أمسية طيبة مباركة عليكم جميعا مشاهدينا الكرام، ونحن نناقش في هذه الأمسية الطيبة المباركة في برنامج الفكرة المفقودة عن المبادرة في الحياة الزوجية. مشاهدينا الكرام، لا تخلو الحياة، لا تخلو من مشكلات، والعلاقة الزوجية هي كذلك، فقط بخطوة إيجابية وبمبادرة من إحدى الطرفين أو كلا الطرفين يمكن إذابة تلك الخلافات، فالحياة أبسط وأجمل وأقصر أن تختزل فقط في تلك المشكلات والخلافات. فالانتظار عادة لا يكون لصالح العلاقة الزوجية، فلماذا يا ترى لا نبادر؟ ولماذا الانتظار والتردد؟ كيف نبادر؟ ومتى نبادر؟ كيف قرب لنا الشرع هذا المفهوم؟ وما الذي يجعل الزوج لا يبادر؟ والزوجة هي كذلك لا تبادر. كيف تكون المبادرة إيجابية؟ وما أثر المبادرة على العلاقة الزوجية؟ وكيف نعزز هذا المفهوم، مفهوم المبادرة، حتى نخرج بالعلاقة الزوجية بأقل الأضرار؟ عن المبادرة الزوجية مشاهدينا الكرام، مبادرة في العلاقة الزوجية، موضوع هذه الأمسية الطيبة المباركة من برنامج الفكرة المفقودة. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام، أرحب بالدكاترة الأفاضل. يحضر معنا الأستاذ أحمد رباح، مستشار أسرية. مرحبا أستاذ. حياكم الله أستاذة ذهبية، أرحب بك وبطاقم الفكرة المفقودة. من الثقة إلى المبادرة. الحمد لله أننا نطوف في العناوين الإيجابية، الحمد لله، لنبني الأسرة خطوة يدا بيد إن شاء الله، نحن والمشاهد الكريم بإذن الله نعزز هذه المفاهيم التي للأسف بعضها غاب اليوم في زخم الحديث السلبي عن الأسرة، وإن شاء الله نحييها بإذن الله تعالى ونغرس بذورها وبإذن الله مع المشاهد الكريم إلى الثمرة إن شاء الله، هذا هدفنا في الأخير. كما أشكر حضور الدكتورة، وهي ليست ضيفة، هي أهل البيت، أستاذة عزوزة شهرزاد، الدكتورة عزوزة شهرزاد، مختصة في الشريعة الإسلامية والإرشاد الأسرية. مرحبا أستاذة. تحية طيبة لك ذهبية، تحية طيبة أيضا للسادة المشاهدين الذين نسعد دائما للتواصل معهم من خلال هذا البرنامج، أيضا لطاقم الفكرة المفقودة. حديثنا اليوم عن المبادرة، هو حديث عن علو الهمة وعلو التطلع إلى الأفضل وإلى الأحسن. نعم، التميز بإذن الله في العلاقة الزوجية بإذن الله. كما أرحب أيضا، أسعد أيام سعادة باستقبال الدكتورة فاطمة الزهراء حرابي، مختصة في علم النفسية. مرحبا فاطمة. شكرا لك تهبية، تحية مسائية. موضوعك اليوم تحية مسائية عطرة مباركة إن شاء الله لك ولأساتذة الأكارم، لطاقم، لجنود الخفاء، جنود حصة الفكرة المفقودة، ولكل أحبتنا الذين يتابعوننا دوما، أوفياء دائما هم، وإن شاء الله يا رب دعم الإيجابية دائما والتميز في علاقتنا وفي حياتنا وأكيد في أسرنا يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. الله، هذا ما نسعى لتحقيقه من خلال هذه الحلقة بإذن الله عن المبادرة في الحياة الزوجية، موضوع هذه الأمسية. البداية كما تعودنا من الكتاب والسنة في ركن خير الكلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس في عنقه سيف. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في هذه الأمسية الطيبة المباركة، ونحن نناقش موضوعا ومبدأ لطالما أوصانا به ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن مفهوم المبادرة أو مبدأ المبادرة في العلاقة الزوجية. البداية معك أستاذة عزوزة، أصلنا لهذا المفهوم على ضوء الكتاب والسنة، كيف تطرق القرآن والسنة النبوية لهذا المفهوم؟ هل حصر هذا المفهوم فقط في مفهوم المبادرة بمفهومه الواسع، وإنما أيضا خصصه أيضا في العلاقة الزوجية؟ كيف تطرق وكيف عالج هذا المفهوم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار. في الحقيقة حديثنا عن المبادرة من خلال هذه الآيات الموجودة بيننا أو التي كانت بين أيدينا حديث عن الآيات القرآنية، حديث أيضا عما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في قوله فاستبقوا الخيرات، وهو كلام عام ويدخل فيه بطبيعة الحال الخاص. فالخيرات هي لفظ عام يدخل فيه كل الأعمال الصالحة التي يستطيع الإنسان أن يفعلها بمفهومه الواسع. طيب، في العلاقة الزوجية أيضا يدخل بهذا المعنى. الله سبحانه وتعالى ينبئنا أن هناك اختلاف يحدث، مثل ما يحدث مع عامة الناس يحدث بين الزوجان أيضا، حين ذلك وبين الزوجين، حين ذلك قال يوم القيامة سينبئنا سبحانه وتعالى بهذا الاختلاف، لكن القاعدة التي تحكم بيني وبينك، طيب أنا اختلفت معك، قال فاستبقوا الخيرات. إذا المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الصلح، والصلح خير، بل من أعظم الخير هو الصلح. ثم أكثر من ذلك، الآية الأخرى تحدثنا عن سيدنا زكريا عليه السلام، كيف أن الله سبحانه وتعالى بيّن في الآية جزاء هؤلاء الذين يسارعون في الخيرات، والمسارعة تتطلب وجود السباق مثل ما قال فاستبقوا الخيرات، وهذا التسارع ما بين الناس للوصول إلى محطة نهائية. هذه المحطة أكيد أنها رضا الله تبارك وتعالى، ولكن لها أو نستطيع أن نعطي لها تسمية في الحياة الدنيا بشكل ما. المهم أنه كان مسألة المسارعة في الخيرات كان جزاؤها ماذا عند الله تبارك وتعالى؟ جزاء عظيما جدا،
جعلها الله سببا لاستجابة الدعاء لسيدنا زكريا. وبعد استجابة الدعاء استجاب الدعاء بشكل يعني من فيض الإله العظيم جدا، أن رزقه يحيى نبيا، فولد ليس ككل الأولاد. ثم قال وأصلحنا له زوجه أيضا، فكان سبب هذا العطاء الرباني والكرم الإلهي هو أنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فالمعنى أن الإنسان إذا كان من المبادر في الخير فإن جزاء الله سبحانه وتعالى أيضا هو جزاء وفير سبحانه وتعالى. والعجلة التي هي مذمومة والاستعجال الذي هو مذموم، ها هنا لما يتعلق الأمر بالخير يصبح ماذا؟ مستحب. فيقول لك الخير الأصل فيه ماذا أو شأنه؟ هو الستر والتعجيل سابق. نعم. فهناك يعني مسابقة. نحن عندما نتكلم عن الحياة الزوجية تحدث الكثير من الاختلافات، تحدث الكثير أيضا من المشاحنات، وقد ينقطع الزوجان أو يهجرا بعضهما البعض كما هو معروف، وهذا الأمر ربما عالجناه من قبل، ولكنه يتسع فعلا. بعض الأحيان الزوجة تصل 5 أشهر وهي بعيدة عن زوجها، ترفض يعني معاشرته، ترفض حتى التعامل معه إلا في حدود المتطلبات واحتياجات البيت، وهذا خطير بحال في الحقيقة. فلذلك لابد علينا أن نقف ها هنا ونقول أن الهدف من وراء الحديث عن المبادرة، والهدف من وراء الحديث عن استباق الخيرات، هو أن تهفو نفس المسلم دائما إلى الرتب العالية. لأن الإنسان الذي تهفو نفسه إلى الرتب العالية هو في علو دائم. أما الذي يرضى رأينا بالأمور أو بالنقص، يكون في آخر الركب. نعم. ويرضى بأن يكون ينتظر في يعني مرحلة أو في محطة منحطة أو نقول ناقصة، فهذا همته دائما تكون الأرض. فلذلك سيؤدي إلى الكسل، سيؤدي إلى الأمور كثيرة. فلذلك عندما نتحدث عن العلاقة الزوجية نقول من يبدأ رأينا عندما تحدث مشكلة ما بين الأزواج. حتى إن لم تحدث مشكلة، مسألة المسؤوليات داخل البيت كيف تقسم وكيف يبادر الإنسان إليها. حالات تحدث للأزواج رأينا، حالات المرض، حالات إلى العسر، حالات إلى كذا، كيف يكون التعامل معها وكيف يكون السباق ما بين الزوجين. في اعتقادي أن الأزواج الذين يتعاملون بهذا الشكل فيما بينهم، من الذي يقوم، من الذي يساعد، هذا لابد أن يحدث بينهم انسجام عظيم جدا، ولما لا يصلون إلى ما وعد الله به سبحانه وتعالى قمة السعادة الزوجية التي هي المودة والرحمة. أستاذ رباح، ديننا واضح، يدعونا إلى علو الهمة، يدعونا إلى المبادرة، عدم الانتظار. إذا ما ربما أسقطنا هذه المفاهيم كلها في واقعنا، أكيد هناك الكثير من الأفكار المفقودة سواء في علاقاتنا الاجتماعية وفي علاقاتنا الزوجية. نعم. عندما نتحدث عن المبادرة فإحنا نتحدث عن الزواج. كل فضيلة في الزواج يمكن أن تنزل تحت المبادرة، وكل إشكالية في الزواج لا يمكن أن تكون تحت المبادرة، هي خارج المبادرة. هناك بعض الأمور سبحان الله هي من أساسيات الحياة الزوجية، لا يمكن أن تقوم بلا مبادرة. مبادرة الرجل للإنفاق، ومبادرة المرأة للتدبير، مبادرة الرجل والمرأة للعناية بنظافتهم الشخصية، مبادرة كل منهما للمساندة والدعم والتشجيع، مبادرة كل منهما للتضحية في الوقت الذي يفترض على واحد منا أن يضحي، مبادرة كل منهما للصبر إذا ما أصيب الآخر بشدة، الصبر على بعض النقص الذي تتركه المرأة في بعض حالاتها، وبعض العسر الذي يتركه الرجل في بعض حالاته. هذه الأمور لا يمكن أن تقوم في البيت بلا مبادرة. يعني بأي منطق واقعي أو اجتماعي يمكن أن أطلب من امرأتي أن تضحي لأجلي في هدف ما، أو تصبر معي في عسر ما؟ هذا يفترض أن يكون من أبجدياتنا. عندما ترى شقاء الرجل في تحصيل لقمة العيش، لا يفترض أبدا بالرجل أن يقول لها كيف تدبر، هذا يكون على قائمة أولوياتها، هي تبادر. هذه المبادرة العامة في بعض الأساسيات في الحياة الزوجية. لكن هناك نتف صغيرة في الحياة الزوجية المبادرة تعطيها بريقا. مثلا الزوجة تأكل، غصت بلقمتها، بادر الرجل وأعطاها كأس الماء، هذه مبادرة. الرجل مثلا احتاج منديلا
فهمت من حركته أنه احتاج منديل على مائدة الطعام. قامت المرأة بكل يسر، أكمل خبزته فأعطته غيرها، أكملت ما في أبسط الأمور. أترين هذه التفاصيل ربما هي التي تصنع الرسائل. هذه التفاصيل الصغيرة في كل تفصيل، هي تقول لزوجها أنا مهتمة، أنا كلي بكلك مشغول، ورد ذلك كلي لكلك مبذول. هذا هو الرد الطبيعي. بهذا تعطي رسالة للطفل أنه أبوك هو موضع اهتمام لنا جميعا. وعندما أنا أهتم بزوجتي أيضا، سواء كنا على في ساعة السهرة أو على مائدة الطعام أو في نزهة أو نحو ذلك، بذلك أنا أعطيه بهذه النتف الصغيرة أن والدتك هي كيان محترم في البيت. بذلك المبادرة حقيقة تعطي الحياة الزوجية هذه اللمسات طعما جميلا حقيقة. ولكن ربما نحن في واقع نوعا ما هو صعب، قد المرأة تبادر مرارا وتكرارا، هذا مهم جدا، وتقابل بالازدراء. هذا أول قبر للمبادرة. هذا أول قبر أن تقول أنا المبادرة دائما. بادرت ولم يستجب. بادرت وبادرت، في المرة الأخيرة أنا الذي بادرت وهو لم يبادر. يا أختي بادري من أجلك، بادري من أجل علاقتك الزوجية، احرصي علاقتك بالمبادرة. لربما نحن نختلف في قدرتنا على المبادرة. نعم طبعا في الأجر، لربما نحن نختلف، ربما مثلا الزوجة مرهفة الحس كثيرة المبادرة، هي تبادر مرة واثنتين وثلاثة وخمسة وعشرة، والرجل لا يأتي بحركة. مع الأيام الصاحب ساحب، والله سمى الزوجة في القرآن الكريم صاحبة وصاحبته وبنيه، هي صاحبته، هي ستعلمه بشكل غير مباشر أنه هكذا يهتم بالزوجة، هكذا يهتم بشريك الحياة. ربما مرة مرتين ثلاثة سيحجم، لكن مع الأيام عندما يجلس لوحده سينتبه إلى ذلك الخلل، سينتبه إلى فضلها ولؤمه، إلى مبادرتها وإحجامه، إلى سبقها وتقاعسه. مرة مرتين ثلاثة سينتبه. لذلك فلتبادر مرة واثنتين وثلاثة، ولا يمنع، معلش أنا أبادر وهو يحجم مرة ومرة، هذه هي طبيعتنا، المهم أن نبادر. أما إذا كان هو محجم وأنا أحجمت فما فضلي عليه؟ إذا كان هو أساء فأنا أسأت، يعني بماذا أفوقه؟ لا أفوقه بشيء، معلش ليكن التفوق في هذا الميدان لي. ثم في قضية أخرى، إذا ما وقع الخلاف، أو أحيانا لا يقع الخلاف، أحيانا قبل وقوع الخلاف يقرأ الزوج في عيني زوجته شيئا، يأخذها إلى غرفته، أنا لم يعجبني ردك في الوقت الفلاني، وجهك غير طبيعي، خير إن شاء الله، ما بك؟ من البوادر الأولى تشعر المرأة بأنها مكان اهتمام، يعني تغير وجهها شيئا قليلا انتبه الزوج، وأخذها يعني جانبا وسألها ماذا حصل. لكن لو أنه هذا التغير حصل وغض بصره، ثم بعد ذلك لمحت فغض بصره، فصرحت فأعرض، فيما بعد هي ستتجه إلى اتجاهات حقيقة صارخة ومؤذية، أحيانا تكون فجة بمعنى أو بآخر، لأن التلميح والبدايات الذوقية انتهت فيما بينهم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يشعر ببادرة إشكالية بينه وبين صاحبيه، تعال يا هذه أمكم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رأيت المبادرة، بادر النبي إلى علاج قضية الآن ظهرت كأنه عندي إشكال يلوح في الأفق. السيدة عائشة تتقلب غيرها في فراشها، النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى البقيع ثم يرجع، أظننت أن النبي خاس بك، ألعب بك شيطانك؟ مباشرة فورا النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى ذلك الخلل الذي لاح في الأفق ليعالجه صلى الله عليه وسلم، ولا يتركه حتى يكبر. صح، لأنه إذا كبر كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين قست قلوبهم فطال عليهم الأمد، عفوا فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، طول الأمد يقسي القلب. ولعل بعض الأزواج اليوم مثلا بعد 30 أو 40 سنة من الزواج وصلوا إلى حالة من الهجر والنفور والتدابر، والخرس الزوجي والطلاق المعنوي، لا يمكن أن تخطر على بالهم في سنواتهم الأولى. كيف وصلوا إلى أقصى اليسار في القضية؟
بطول الأمد. صح. تأجيل والتراكم. التأجيل والتراخي وعدم المبادرة وبذلك هم ذهبوا باتجاهات مفرطة ومتطرفة جدا لأنهم ما بادروا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في أكثر من موقف صلى الله عليه وسلم، يوم لمس شكا من زوجته صلى الله عليه وسلم بادر، يوم وجد فسحة لأن يسابق زوجته تعالي أسابقك سابقها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك فسحة لمبادرة طريفة بينه وبين هناك زوجتي. من المواقف الكثيرة الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في كل مناحي الحياة. أستاذة فاطمة، رؤية نفسية للموضوع، ما أثر المبادرة في العلاقة الزوجية؟ أكيد المبادرة. الأساتذة الأكارم تفضلوا، ونحن في سيرة حبيبنا محمد نتابع ونحكي عن مواقفه وعن مبادراته، فأكيد هذا سبحان الله سوف يعطينا في نفوسنا واحد الإحساس، إحساس مميز جدا، أنه حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام المدرسة المحمدية كلها تعلمني، تهذبني، تعلمني كيف أتعامل وأعيش مع الطرف الآخر، كيف لا وهو ذلك الزوج أو تلك الزوجة. المبادرة لها أثرها النفسي، أثرها النفسي الخاص والمميز في كل العلاقات، في العمل، في كذا، فما بالك ذهبية في علاقة مباركة، علاقة بين اثنين، بين روحين. طبعا أكيد سوف تضفي للحياة الزوجية لمسة خاصة، لأن الحياة الزوجية ليس البيت ذلك ليس جنة، والعلاقة الزوجية ليست علاقة مثالية، فيها تحديات، فيها مشاكل، فيها منغصات، فيها اختلافات بينها وبينها، طبعا في أمور بسيطة. طبعا هذه المبادرة تكون كذلك البلسم الذي يوضع على الجراحة، كذلك الدواء أو ذلك البريق، تفضل أستاذ، استعمل البريق الذي سوف يعطي لمسة خاصة للعلاقة، لأن هذه العلاقة يعني ترتفع تنزل كذا، لكن هذا سوف يهدئ من روع كل من الزوج والزوجة، سوف يطبطب على النفوس، لأنه إن حدث خلاف يقول لا غير هي مالفت بادر، ولا غير هي مالفت دير هكذا، هو دايما يسبق يجيب لي هذه. فهذه المبادرات سوف تكون كأنها ذلك الشاهد في حال مثلا حدوث خصام بينهما، أو ممكن فشل أو في أي شيء بينهما، ستكون مثل ذلك الشيء، ستكون فعلها فعل تلك التوابل أو ملح الطعام، ذلك الأكلة التي دون توابل تكون إحنا نقول صمتة ما عندهاش معنى. فالمبادرات سوف تعطي نكهة خاصة لعلاقتنا ولحياتنا. المبادرة سوف تصنع الفارق. الفارق ربما الأستاذ أعطى بعض النماذج البسيطة جدا، ربما الزوجة مثلا لا تبحث عن أشياء كبيرة، تقول لك هذيك الجست اللي داروا لي والله غير سبحان الله. اعطاني مفعوله كان طول اليوم. وهو ايضا حتى وان لم يعبر، لانه البعض تقول لك درت له بصح ما بان عليه والو، ما قال والو، حتى وان لم يعبر فهو ايضا في رصيده رصيدها عنده الايجابي الخزان، راهي لايم، يقول سبحان الله دائما، حتى غيابها او لما تروح تضيف البيت اهلها وكذا يحس، يقول والله داكو بالشاي او تلك الحاجه، سبحان الله يفتقد لتلك اللمسه. هي في مرحله البناء. نعم. ونحن في حياتنا نحتاج مثل هذه اللمسات ذهبية، لأنه هو يتعب وهي تتعب وهما يتعبان مع بعض في علاقتهم، في تربية الأولاد، في كذا، فنحتاج لمثل هذه اللمسات التي تطبطب على النفوس وتزيد من العلاقة متانة. المبادرة قد يشوبها نوع من الفتور أو كما يقولوا احنا العجز، البعض يقول خليني لا ندير. الأستاذ تفضل وقال أنه الزوجة تقول أبادر أبادر أبادر، ولكن أنت تبادري، الأستاذة تفضلت وقالت لنيل الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت طيبة. وحتى هو البعض يقول أنا دايما ندير لها بصح دايما تنكر، دايما تقولي وش درت لي، ما درت لي والو، الجفاء إلى غير ذلك. طبعا أنت عامل الناس بطبعك لا بطبائعهم، نفس الشيء مع زوجتك، أنت مليحة راكي تحسي بسعادة تغمرك لأنك قمت بكذا وسارعتي. المبادرة ما هي؟ هي المسارعة، أنه يا جميل أن يكون بين الزوجين تنافس، احنا توما راكم مع بعض تحترموا بعض تحبوا بعض، بصح الجميل أنه تتنافسوا شكون اللي يسعد الآخر أكثر. وهذه إذا كانت كمبدأ وكقاعدة في حياتنا الزوجية والله تخف المشاحنات، تذوق تلك السعادة. نعم. لأنه نعم. دائما هو حاب يراضيها وهي حابة تراضيه، شكون يفوت؟ احنا دائما نتفنن في إزعاج الآخر وفي أذية الآخر. نعم. لما لا نتفنن في إسعاد الآخر وفي إرضاء الطرف الآخر حتى يعني تكون هناك من السكينة ومن الطمأنينة. وهذا لا يعني أنه انتقص من كرامتك، البعض يقول لك أنا دائما نحبط من قيمتي ونروح، وهو أيضا يقول لك لن نلف لها ونفتح لها العين مثلا. نعم. وهذه المصطلحات الرائجة. نعم. وهذه المصطلحات ما هي إلا قناعات ومعتقدات خاطئة. نعم. تصحيحها. نعم. لابد من تصحيحها والعودة إلى الكتاب والسنة. أكيد أكيد. نعم. ونتعلم ونعود لسيرة حبيبنا محمد، وما هي إلى وقفة من الوقفات. نعم. ما نأخذ منه العبرة. نعم. والعبر والمواعظ معك يا أستاذة شهرزاد في ركن قصة بعد فاصل قصير.
راسلتني مرة امرأة، هي أرملة أستاذة تدرس، تقدم لخطبتها رجل أيضا أستاذ وهو أيضا أرمل، ماتت زوجته منذ سنوات. قالت لي أنا لا أرغب في الزواج في حد ذاته، إلا أني عشت حياتي مع زوجي الأول في صراع مرير، وما بقي شيء إلا وحدث بيننا من شجار. بعد وفاته قالت لي انكسرت، فلما اطلعت على حقوق الزوجية وجدت نفسي قد ضيعت واسعا وقد أهلكت نفسي بما ضيعته من تلك الحقوق. قالت لي أستاذة أنا أريد أن أتزوج، ربما قلت في نفسي لو أنه عوضت هذا الزوج من هذه الحقوق وضبطت نفسي وأسعدته، يعني حققت ما فشلت فيه مع الزوج الأول، لعل هذا يرضي الله عني. وتحكي لي أستاذة أن أبوها قد يعني بعد وفاة زوجته جلس في بيته ونظر للأعمال الكثيرة التي كانت تقوم بها الأم فبدأ يبكي، فلما سألت قال لها كل هذا كانت تقوم به من الأعمال؟ قالت قلت له وتقوم بأكثر من هذا. قال فكان يبكي بكاء مريرا وقال لها لم أقل لها يوما بارك الله فيك ولا قلت لها حتى أعانك الله. هذا هو الذي نسميه الندم القاتل. للأسف أستاذة عزوزة كثيرا ربما ما يحدث في علاقاتنا الزوجية والندم في يأتي في الأخير. نعم. وقد يتوفى الزوج أو تتوفى الزوجة ويبقى الحسرة والندامة. صحيح. أستاذ رباح، لماذا هذا الانتظار في المبادرة؟ كيف أبادر؟ متى أبادر؟ هل هناك أوقات معينة؟ نعم. أنا أظن والله أعلم أن الانتظار سببه قناعة واحدة أو رؤية واحدة للحياة الزوجية، أن أنظر للحياة الزوجية، لعلاقتي بزوجتي، لحياتي معها على أنها علاقة ندين، علاقة شريكين، ادفع أدفع ثم نتقاسم الربح فيما بيننا، ادفع أكثر تأخذ أكثر، علاقة شريكين. لكن الحياة الزوجية ليست بهذا المنطق. اليوم انظري إلى علاقتي بأولادي أستاذة، شوف الإطار يحكم النتيجة. علاقتي بأولادي، ابني مثلا لا يرجل شعره عندما يخرج إلى المدرسة، أذكره على الباب، في اليوم الثاني أذكره، في اليوم الثالث أذكره، والرابع أذكره، بعد شهر أذكره لأنه ولدي. طيب حاشاكي لا يمسح حذاءه عندما يخرج من البيت، أذكره مرة مرتين ثلاثة عشرة. طيب إذا ابني لم يستوعب فكرة أن يرجل شعره أو يمسح حذاءه لوحده، خلاص أنا أضع قاعدة في رأسي، ابني يجب أن أذكره بترجيل شعره ومسح حذائه كلما خرج من البيت، وأتعايش مع هذه القاعدة، وكل ما خرج بابا رجل شعرك ومسح حذائك. أنا أتعامل مع هذه القاعدة ولا أقتل مبادرتي بأنه كم مرة ذكرته، المرة الماضية ذكرته، الأسبوع الماضي ذكرته، كل مرة أنا أذكره لا أقتل مبادرتي بهذه الطريقة، لأنني أعتبر نفسي المسؤول عن سلوك هذا الطفل. الآن علاقتي بزوجتي هي علاقة مقدسة، علاقة ميثاق غليظ. لما أرى بأن هذا المشروع يجب أن ينجح بغض النظر من الذي بذل أكثر، من الذي بادر، من الذي سعى، من الذي كان إيجابيا ومن الذي كان سلبيا، من الذي كان مستفيدا ومن الذي كان منتفعا، بغض النظر هذا المشروع الزواجي يجب أن ينجح. إذا أنا أبادر مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، كما أني مع أولادي لا أجد حرجا في أن أبادر ألف مرة، كذلك مع زوجتي يفترض أن لا أجد حرج، والزوجة كذلك. ثم الناس طباع، يعني بعض الناس كلمة الاعتذار على لسانه ثقيلة، الإقبال عنده ثقيل. يا أختي بعيدا عن الكلمة، لا نريد أن نتحدث عن ثقل اللسان، هناك ثقل على القلب. بعض الناس قلوبهم طرية، سبحان الله، مخموم القلب كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، سرعان ما يرضى. الآن يعني يقتل له قتيل، بعد قليل يعني سبحان الله يمسح الله على قلبه، وهذه نعمة من الله. بالمقابل هناك أناس نسأل الله العافية قلوبهم سوداء. طيب إذا أنت يا أختي الكريمة قلبك أبيض وقلب زوجك والعياذ بالله حقود، والعياذ بالله، أتقتلين زواجك لهذا الفارق؟ لا معلش، أنا قلبي أبيض، أنا الذي أبادر، ما عندي إشكال، أتعامل مع هذه الحالة على هذا الأساس. طيب قد يقول قائل أنا لم أتربى على هذا المبدأ، كيف نفعل هذا المبدأ؟ تدرب عليه، إن لم تربى فتدرب بإمكانك، لأنك نعم ومكتسب وليس فطري في الإنسان.
أنا أظن الله أعلم هو فكرة المبادرة في الأصل هي مزروعة في فطرتنا، لكن الإحجام والأنانية هذا عكس الفطرة تماما. الإنسان يسعد سبحان الله بالمبادرة، يسعد بالفضل، يسعد بالعطاء، هذه طبيعتنا، نحن نحب العطاء، نحب المسامحة، نحب العلاقات الشفافة النظيفة الواضحة التي يملأها النور، لا نحب الشحناء والأخذ والرد يعني رسم معالم الحصص فيما بيننا. كبشر نحن لا نحب ذلك. فإذا أنا تربيت في بيئة لا فيها مبادرة ولا فيها إيجابية مشحونة بالسلبية، من السهل علي أن أرجع إلى فطرتي، لأن فيها راحة، فيها انسجام، فيها توافق، فيها دين، فيها أجر في الآخرة، وفيها سعادة في الدنيا. لذلك والله أعلم النقطة الأساسية والجوهرية في موضوع المبادرة تكمن في نظرتنا لهذه العلاقة الزوجية. عندما أنظر لعلاقة الزوجية على أنها علاقة أنا مسؤول عن نجاحها بغض النظر عن الثمن الذي سأزرعه أو الثمن الذي سأدفعه مقابل ذلك، خلاص أنا أبادر بسم الله. شكرا بارك الله فيك دكتور. حتى نقترب أكثر من الموضوع دعونا نشاهد هذا الاستطلاع ثم لنا عودة بعد ذلك لاستكمال نقاشنا. المرأة برا راجل ماهيش مرأة، راجل برا مرأة ماهيش، هذه نتفاهموا فيها. بصح الصلح الكبير يجي ديما من عند المرأة مهما كان. مرأة اللي توجور كالم، اللي توجور بوزي، فهمت، عندها لا فينيسيتي هذيك الراجل لي غران بروبليم. انا سي بار باي اكسبيريونس، يمكن يجيو حنا عيانين زعفانين، هي توجور الكالم لي سبيري. دونك لو بون كوتي سي لا فام. C'est pas obligé, pas forcément le marat. Entre le rage et le marat, il y a le rage qui est en train de se faire, le marat qui est en train de se faire. Mais quand on a ce qu'on dit, les zoujins ont besoin de... الزوج حابين، زوج وزوجة حابين يكونوا مستقبل، وحبوا يديروا عائلة بين بعضهم، حبوا يكونوا أولاد، وحبوا ماذا بينا أولاد ما يشوفوش الحوايج هادو، لازم يحتمن روحهم، لازم كاين مفاهمة قبل ما كاين مفاهمة يجيوها من العروق ويطلعوا قبل ما يوليو من بعد في حكايات وسما كيما نقولوا يكومبليك لي شوز كيما نقولوا بالفرنسي. إلا حبينا لا غولاسيون تاع الزواج تكمل، لازم المرأة تسمح شوية من حقها والراجل يسمح من حقه. ما لازمش يكون واحد يعفس على واحد، الراجل تبقى له رجوزته والمرأة تبقى لها الحرية تاعها وتبقى لها في حوليتها، ولكن تو تون غاردون لا ليميت لي، لازم يعني لازم الحدود حمراء ما نتخطاوهاش فوالا، باش لا غولاسيون تقدر تكمل، وباش الدراري اوسي يكبروا في كيما نقولوا يكبروا دون ان اتموسفير ستابل، باش ما يخرجوش اطفال معقدين نفسيا ولا اطفال مساكن مكتئبين ولا اطفال، فهمتيني؟ فو با بونسي كاسوا ميم برك، باسكو لو مارياج سي با اون ماريي عروسه اون بوبي راح تصدر، نو لو مارياج سي توت اون في ابري. جينيرالمون هي نورمالمون الصلح يكون ما بين المراه والراجل لي دو، دونك الا كثرت المشاكل وكقوا عليهم الحس كيما نقولوا حنا بالعاميه ديالنا، علاش ماشي المراه اللي تبادر؟ صح هو يكون الضغط، يقول لك كي تشوفي واحد زوج متفاهمين عارفه باللي الدرك راهو على واحد هكذا، بصح جينيرالمون الراجل توجور تكون عنده هذيك لا بريسيون تاع الزنقه، او يخرج برا راه يخدم راه يشقى راه يتعب، اوتوماتيك ممكن يدخل للدار وش يستنى مرته تفتح له الباب وتقابلوا او موان بهذيك التبسيمه على سلامتك. جينيرالمون الوقت اللي رانا فيه الدنيا صعاب تصافي تغلط، الاثنين لازم يبادروا، مش كل اللي يبادر اكثر. سا سيتي افون كنا نقولوا باللي المراه تسمح وتصبر وكذا، ولكن في الوقت الحالي حتى نكونوا يعني نكونوا واقعيين كاين تكامل بين المراه والراجل، يعني راهم متكاملين، المراه تخدم كما الراجل لو يخدم صافي تزوغ، لازم في زوج يسمحوا من حقهم كي يدخلوا العشيه تعبانين من العمل، لازم شويه من عندك وشويه من عندي، فهمتيني؟ سا سيتي افون زمان سيتي المراه، باسكو المراه قاعده في الدار الراجل يخدم، سيتي با ايفيدون سي تو افي نورمال يفوك يتساعف يفوك هي، مي دركا لازم ميم الراجل يساعف في الزوجه تاعو، ولكن لازم المراه كانت ما تتخلاش على مسؤوليتها في البيت. الوقت اللي رانا فيه كيكون فاهم ويعني كيفاش نفهمك؟ ما يكونش متخلف، نورمالمون هو يطلب السماح. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في هذه الأمسية الطيبة المباركة ونحن نناقش موضوعا في غاية الأهمية عن المبادرة في الحياة الزوجية وكيف نعزز هذا المفهوم في علاقاتنا الأسرية والاجتماعية وحتى الزوجية. عطفا أستاذة فاطمة عما قيل في هذا الاستطلاع،
الرجل يريد أن تبادر المرأة والمرأة تريد من الرجل أن يبادر، هل كل المواقف تقتضي المبادرة في الحالة في العلاقة الزوجية، أم هناك مواقف لابد أن نضع لها ألف حساب من قبل أن نبادر؟ من خلال صبر الآراء ذهبية لاحظنا أنه تضاربت الآراء واختلفت بين هو وهي أو من أو هما إلى غير ذلك. طبعا هذه الاختلافات وهذه ما سمعناه الآن ما هو إلا يعني جزئية عينة من ما بسيطة نعيشه في مجتمعنا وما تعيشه أسرنا. طبعا هو أم هي، طبعا هما مع بعض، لأنهما بما أنهما زوجين فهما مسؤولان عن هذه العلاقة الزوجية. كل واحد طبعا عنده المجال تاعه أين يبادر ومتى يبادر وكيف يبادر بطريقته بأسلوبه، لأن المرأة لها فنياتها وخصوصياتها والرجل كذلك له أسلوبه وله طريقته. فقط ندرك مبادرة الرجل وندرك مبادرة المرأة، احنا عندنا الإدراك. أحيانا هما يبادران ولكن ولا واحد فيهم هو يشوف مبادرة الآخر، لا يدرك مبادرة الآخر ولا يسا راضيا عنها، يقول لك أنا ما دارت لي والو بصح هكذاك لي دير. يعني الإدراك احنا عندنا في علم النفس الإدراك والرضا أيضا، لأنه الإدراك مهم جدا. احنا عندنا السند الاجتماعي رضا عنه، لأنه أحيانا ندرك هل هو موجود فعلا هذه المبادرة في حياتنا. بعد ما ندرك أنها موجودة لأنه ممكن هي تدير تصرفات ولكن لا نعرف، ما نقدروهاش، ما نعرفوش قيمتها وأثرها على علاقتنا وعلى نفسيتنا. ثم هل أنا راض عن تلك المبادرة أم لا؟ ربما زوجتي تفعل لي شيء معين ولكن أنا منش حبه بهذه الطريقة أو بذلك الأسلوب، ممكن تزعجني. هي أحيانا تبادر ولكن هي تقلق والنتيجة عكسية ندير لك نزيد وهي نيتها حسنة وممكن هو أيضا نيته حسنة ولكن الطرف الآخر لا يدرك هذا وليس راضيا عن هذا. هذه راهي تحدث يعني نوع من الإنزعاج عند الطرفين. وكأنه راهي طاقة مهدورة، كل واحد فيهم راهي يبذل ويبادر ولكن الطرف الآخر لا تصله هذه المبادرة. بالعودة إلى سؤالك، هل المبادرة يجب أن تكون أم لا تكون؟ طبعا هي مهمة جدا، احنا قلنا أنها تنكي هذه الحياة، تعطيها بريق، تعطيها هي بلسم. طب مهمة جدا أن تكون حتى لا تعطي نتائج ربما عكسية. نعم، هناك من المواقف لا ينبغي للمرأة أن تبادر فيها حتى لا تعطي ربما نتائج عكسية. أنا المؤمن كي يصفطن ونعرف متى أبادر وكيف أبادر، ربما في الوقت الغير المناسب هو نعم هو جاي تعبان مريض عنده مشاكل في العمل وأنا أبادر مثلا بسهرة ولا بأمر مفرح ولا ما يعني ليس لها محل من الإعراب، قد تؤذيه أكثر من وهو نفس الشيء، هي مهمومة عندها أهلها أو مريضة أو كذا أو غير ذلك، هو يحب يسعدها أو يبادر بأمر والوقت ليس مناسب. فاختيار الوقت أيضا مهم جدا ومراعاة نفسية الطرف الآخر. هناك مبادرات أو نقتنص فيها الفرص ونسعى لنبادر ولنسعد الطرف الآخر، ولكن بعض المبادرات تحتاج مني إلى أن كما يقولوا أجس النبض، هل ستسعده فعلا؟ ما مدى تأثيرها في تلك اللحظة؟ احنا حابين كما نقولوا احنا نفرحها بنسبة أكبر. ونفرح الطرف الآخر وأسعده بنسبة أكبر، لكن هل فعلا في تلك اللحظة في ذلك الوقت في ذلك الزمان والمكان يؤثر؟ توقيت مناسب مهم جدا توقيت. ونحن دائما ما نخممش في المبادرة لأن المبادرة تأتي أسابق أسارع أنا من نحي كل الاعتبارات السلبية. بعض الإخوة قال لك أنه الدرك على واحد، لا، هي الحياة الزوجية تقوم على زوجين، على شريكين، شراكة، فكل واحد فيهم يسعى إلى أن يخفف. وأنا قلتها سابقا في بداية حوارنا أنه أتنافس لأسعد الطرف الآخر. صح، وهذا مهم جدا. المبادرة احنا تكلمت مع الأستاذ، هي مكتسبة أم لا؟ هي فعلا موجودة في فطرتنا ولكن تكتسب، نتعلموها، ممكن ما تربيتش عليها بصح انت حاب ينجح. الأستاذ قال مشروعك الخاص هذا حاب ينجح، خلاص الماضي فات، ربما ما تربيت عليه وما سمعته من أصحابك وكذا أنه رجل كان يبادر لا تنقص من رجولته أو من كذا، لا، هذه كلها يعني من الأشياء التي تنقص برمجة سلبية. وهذه البرمجة ذهبية المشكل أننا نحكيها في مجالسنا في حياتنا في كذا وأنا نمتصه، ومن بعد في سلوك معين في البيت أو في لحظة معينة يبان علي هذاك السلوك أو ذلك الإحجام أو التجنب. منين جاني هذا السلوك؟ جاني من شيء راه مغروس فيه أنا. وخاصة إذا كان هذا الأمر سلبي وتراكمات سلبية والله سوف تؤثر على حياتي وتنغص. احنا نعيش حياة واحدة وهذه الحياة العمر يمضي، اليوم
نحن مع بعض الغد لا نعرف ما يحمله. انا دائما نقولها الغد في علم الله، ممكن نكونوا مع بعض، ممكن ما نكونوش صحاح، ممكن كذا، فلنسارع ونغتنم هذه اللحظات الجميله. والانسان يعيش تلك اللحظه بسلبياتها وايجابياتها ويحاول ان يصحح. نعم، والطرف الاخر ان لم في يوم تغير او حدث له، ممكن مريض، ممكن تعبان، ممكن عنده مشكل، نفهم الطرف الاخر، لانه البعض يقول لك مالفة ديري كذا ومالفة كذا، ولكنك اليوم طبعا لا نراعي ربما مرض او تعب الطرف الاخر او احجامه ربما فجاه هكذا، لعل له سبب، فنحاول ان نطبطب عليه حتى تستمر حياته ان شاء الله. يا رب. استاذ عزوز، عطفا عما قالته الاستاذه فاطمه، ديننا اعطانا من القواعد والمفاتيح ما نعزز به هذا المفهوم، واكيد حينما نطبق هذا المفهوم بهذه الطريقه خصوصا في العلاقه الزوجيه ستؤتي ثمارها واكلها، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث الولود الودود العؤود. في هذا الباب خصوصا نحن في حينما تحدث مناوشات او خلافات او مشكلات في العلاقه، ننتظر الطرف الاخر ان يطلب ان يكون المبادر في الصلح، والمرأة تقول هو الذي يبادر، والرجل يقول أن المرأة هي التي تبادر. في هذا الباب بالذات هم أصلا يكثر من كلمة، النساء تكثر من كلمة لا يستحق، المبادرة تتنافى يعني مع لفظ لا يستحق. أنا دايما أقول لهن هو لا يستحق، أنت تستحقي، ربك وعدك بأجر عظيم، فضلا على ذلك استجابة الدعاء، كم نحن بحاجة لاستجابة الدعاء. شهادة نبوية خيرهما من يبدأ. شهادة أيضا من هذا ذلك مسألة المبادرة حتى في الحياة الزوجية تخنق دائما بين أمرين اثنين، بين الحسابات الإنسان يحاسب، ثم بين المن أو يقول أنا فعلت وأنا فعلت. المبادرة تأتي عن ماذا؟ عن علو همة وعن رقي في النفس، إنسان يبادر إلى مثل هذه الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبرنا يقول ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، إذا وضعها صفة من صفات أهل الجنة، النساء في الجنة، سيدات الجنة، فيقول بأنه ماذا، من هي؟ أعطى بعض صفاتها وهي معيار الأخيارية، أن قال الودود الولود، ثم قال العؤود، ثم شرح بعد ذلك العؤود من هي، قال هي التي تعود على زوجها سواء ظلمها أو هي ظلمت فترجع عليه. هذا توجيه يعني نبوي عظيم جدا، وفيه من المنفعة والفائدة كثيرة جدا. رأيت كيف؟ لماذا؟ لأنه مع تخنق أقول أنا كل المفاسد التي ينتج عنها هذا الشقاق ما بين الزوجين، فليس بالضرورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذهب إليه وتضع يده في يدها وتقول له لا يغمض لي جفن ما دمت أنت يعني غضبان. هذا رقي كبير جدا، وقد تفعله بعض النساء طمعا في الأجر. أنا قلت هي لا تنظر إلى الطرف الثاني على أنه جرحها أو قال لها كلام، هي تنظر إلى التشريع الرباني أن فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا في حد ذاته رقي فعلا. وأقول أيضا إيمان راسخ، رأيتي كيف في مسألة التطبيق، وهذا رأيناه عند الصحابيات وعند الصحابة، أنه لا يسأل أنه كذا، وإنما قال الله يفعل مباشرة. فقلت إذن هناك أيضا مقصد من وراء هذا الأمر، عندما يحدث شقاق ما بين الزوجين داخل البيت تبدأ كما قال من قبل يعني في تعليقنا على ما قاله أحدهم أن المرأة تهدأ. أي نعم، لما يحدث يعني شجار كبير ما بين الزوجين الأسرع للهدوء هي المرأة من الرجل، الرجل يأخذ مدى في هذا الغضب ويأخذ أبعاد في هذا الغضب، لكن المرأة تسرع. رأينا هناك شيء يحدث في نفسها، قل إن شئت خوفا، إن شئت كما نقول نحن صدمة. نعم. إلى غير ذلك، فتسارع إلى ماذا؟ إلى الهدوء. فلذلك يعطي لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المهمة الخطيرة في الحقيقة، أن ترجع الحياة الزوجية إلى مصافيها. كيف؟ بأن تذهب هي إلى الزوج وتكلمه وتخاطبه بأي طريقة، قلت ليس بالطريقة نفسها التي قالها النبي، يعني أنت تعرفي، المهم أن تباتاني ولا توجد مشكلة بينكما، أو على الأقل نخفف رينا من هذه المشكلة، لأن الزوج مع هذا الغضب هناك نسبة من الحب، نسبة من العواطف تبرد عنده تجاه هذه الزوجة، فعامل الوقت هنا مهم جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تذهب تطفئ هذا، تمنع أنه ممكن تأتيه تصورات معينة، ولكن للأسف إلى غير ذلك هناك من تنتظر ربما شهور وقد تهجر زوجها. نعم، وهذا الهجر نحن أنا مؤخرا فقط كانت هناك مسألة في إذاعة القرآن جاءتني من امرأة
تصور أن زوجها عمل خطأ معين لا أريد أن أتحدث عنه في رمضان، فهي يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى وعقوبة ظنت بأنها خلص حرمت على زوجها وبقيت 5 أشهر بعيدة عنه، لدرجة أنها هي كانت من الصائفة ونحن خرجنا يعني كان هناك تسجيل في الإذاعة، فندمت ندما شديدا بكلمة أصلحت ما كان بينه وبين لنا، رجعت قلت لها اطلبي منه السماح واعتذري، أنت يعني كيف يعني 5 أشهر؟ قالت لي 5 أشهر وأنا في نفسي صدود منه على ما فعله. فتجد ماذا يعني كلمة بسيطة يعني كما يقول يعني الجهل بالشرع يعني خطير جدا، يعني تترتب عليه أمور كثيرة. فذلك هذه المسألة أن أحيل النساء إلى أهمية الرجوع للبحث في هذه المسألة والدراسة مسألة هذه الهجر، لا تجوز بحال، هناك حالات فقط ضرورية نقول فيها يجوز للمرأة أن تهجر زوجها يعني ولها علاقة يعني علاقة الفراش وغير ذلك. وعندنا أيضا بعض أيضا الأمور التي يعتبرها الزوج من أسرار الزوجية ومن يعني الأسباب كما نقول للشقاء وغير، وهي غير ذلك. التفقه في هذه المسائل مهم جدا للزوجات، إذا كان هو لا يريد أن يتفقه تفقهي أنت، المهم عندنا أن يكون هناك طرف يعرف حد الله سبحانه وتعالى ويقف عنده. هذا من المبادرة دكتور، هذا أيضا أن يبادر ويسأل ويفهم قبل أن يتخذ موقفا. ونحن كثير ما يأتينا هي أسئلة النساء في الحقيقة. وصلنا إلى ركن 5، سنحاول بإذن الله أن نقدم هكذا نصائح مباشرة بإذن الله تصل إلى أذني ومسامع المشاهد الكريم، حتى ربما نفعل هذا المفهوم في أذهاننا وفي نفوسنا وفي علاقتنا أيضا. فاصل ثم نواصل. السعادة الأسرية تبنى بناء ولا تنتظر انتظارا، تصنع صناعة بالمبادرة حينا، بالإيجابية حينا، بانتهاز الفرص حينا، بالبحث عن الحلول عند المشكلات، وليس بتوزيع التهم بين الزوجين، بإسكات صوت الشيطان ووساوسه، والاستماع إلى صوت الرحمن عند المشكلات. المبادرة كلمة سر بين الزوجين، إذا وجدت فقد ألهما طريق النور. إذا ألهمك الله حلا وأعطاك قدرة وشرح صدرك لخطوة واحدة فأقبل عليها، لا تتردد، لا تؤجل ولا تسوف، ولا تجعل الاعتبارات الأخرى عائقا بينك وبين سعادتك الزوجية. أشكر أستاذ رباح، لا تؤجل، لا تسوف، لا تنتظر، هكذا أستاذ فاطمة، ربما هكذا رسائل نبعث بها للمشاهد. أكيد، إن كان بيتك هو جنتك في الحياة الدنيا، هذا البيت الذي هو جنتي في الحياة الدنيا، فأسارع، أبادر، أقتنص الفرص، لا أنتظر من الآخر، أسعى إلى أن أكون أنا من يبادر دوما إلى نشر السعادة في الأسرة بكل إيجابية، بكل حب، حتى تستمر حياتنا إن شاء الله بمودة ورحمة يا رب. لم أكن أتقن هذا المفهوم، أحاول ما هذا هو. نعم أستاذة فاطمة، فنقول أنه المبادرة هي ممارسة، نعم، والتكرار تكرار حتى تصبح سجية من السجايا. ثم أنه هو نوع من إبداء رقي النفس، رأيت أن الإنسان راقي في تعاملاته، إذ أنه ماذا يبادر إلى مثل هذه الخيرات. ولتكن حساباتنا ليس دنيوية، حسابات أخروية بامتياز. صح، رأيت حين ذلك نعم ربنا في كل معاملاتنا وعلاقاتنا أكيد ترتقي نعم نرتقي بأنفسنا وبعلاقاتنا وبمعاملاتنا أيضا. مشكورة أستاذة شهرزاد على كل ما تفضلت به من أفكار، وشكرا موصول لك أستاذة فاطمة الزهرة حرابي مختصة في علم النفس، والشكر موصول لك أستاذ الدكتور أحمد رباح. 15 ثانية فقط أستاذة ذهبية، هو كذلك أحد المؤلفين ألف كتابا جمع فيه ما يندم عليه الناس في آخر عمرهم على فراش الموت، كرؤية عامة لمجموعة تلك المفردات، رأى بأن الذين ندموا على ما لم يفعلوه أكثر من الذين ندموا على ما فعلوه. ندم أنه لم يفعل، ليته فعل، ليته بادر، ليته خطأ خطوة، ليته لم يؤجل، فلا تؤجل وبادر، فلا تؤجل وبادر. والندم في الحقيقة يأتي في الأخير، لا نريد صلى الله لا يجعلنا من النادمين. آمين يا رب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا لهذا الدين ردا جميلا،
وأن نكون من السباقين كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، السابقون السابقون، الأولون الأولون، وغيرها من المفردات التي تحث على ضرورة المبادرة والتميز وعدم الانتظار والتسويف. نرجو منكم مشاهدينا الكرام أنكم استفدتم معنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم بإذن الله في موضوع آخر من مواضيع الفكرة المفقودة. إلى هنا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.